الاشكاليه ديال التعاقد او ما يسمى الاساتذه الذين فرض عليهم التعاقد، حنا تنقولوا بانها مسؤوليه جسيمه ديال الحكومه. الحكومه هي اللي كان عندها مشكل ديال التواصل، وهي اللي خلقت هذا المشكل الاجتماعي، وهي بعدم التواصل ديالها وبعدم البعث ديال خطاب ديال الثقه، خطاب ديال الامل، خطاب ديال التكوين، خطاب ديال المستقبل. فالحكومه برئاسة الحزب الأغلبي فهي بينات بأنها ما عندهاش واحد الوصفة من أجل تثبيت السلم الاجتماعي. هذا المشكل هذا ديال التعاقد هو حنا تنقولوا بأنه مشكل ديال الحكامة، ماشي مشكل ديال الإمكانات والمشكل ديال الموارد. المغرب ولا الميزانية ديال المغرب فيما يخص التعليم تقريبا راه تزادت بواحد في 2021 تزادت بواحد القيمه ديال 400 اكثر من 400 مليار سنتيم باش تزادت الميزانيه ديال التعليم. والتعليم والقطاع التعليم والصحه هي قطاعات استراتيجيه مهمه بالنسبه للبلاد، وكذلك الميزانيه ديال التعليم فتقريبا واحد اكثر من 27% تتشكل من الميزانيه العامه ديال المملكه المغربيه. اذا حنا تنقولوا بانه كان مشكل ديال 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 الرؤيه، مشكل سياسي، مشكل انه واحد الملف اللي هو استراتيجي بالنسبه للبلاد واستراتيجي بالنسبه اللي هو التعليم، لان اللي خصنا ندعموه وبالخصوص في زمن ما بعد كورونا، يعني اننا خصنا ان يكون عندنا واحد التعليم راقي، ويكون عندنا واحد الاساتذه، واحد المعلمين عندهم واحد التحفيز وباغيين يخدموا الوطن وباغيين يخدموا التلاميذ وتكون واحد السلم الاجتماعي في المدرسه، لان المدرسه هي تتكون لنا العقول ديال المغربي الغد. المدرسه هي تتخلي ان الانسان تيشوف المستقبل بكل اريحيه. وهنايا صراحه الاخوان انا تنضامن مع الاساتذه المتعاقدين التضامن الكبير، واللي عجبني صراحه مع البدايه ما كانش عندي الرؤيه واضحه بزاف، ما كنتش عارف الخبايا ديال الامور، ولكن من حد الوقت يمر وحنا تنصنتوا الخطاب ديال الاساتذه اللي صراحه هما مظلومين في هذه الامور هذه، وكان مشكل ديال التواصل، والمسؤوليه تتحملها وزاره التعليم وتتحملها رئيس الحكومه شخصيا في هذا الملف هذا، لان هذا الملف هذا الهندسه ديالو كانت هندسه ما فيهاش الكفاءه، ما تاخذش بعين الاعتبار المشكل ديال السلم الاجتماعي. اذا حنا تنقولوا بان هاد الامور هذه ساهله باش تحل، وخص هذا الملف يتطوى في اقرب وقت ممكن. ما يمكنش نخليو قوات الامن وقوات الاتصال على الامن والقوات المساعده نخليهم في مواجهه الاساتذه، لانه في حق عار، لانه الامن وقوات الامن قاموا واحد الدور عظيم وعندهم واحد الصوره عظيمه في التسيير ديالهم لجائحه كورونا والوقوف ديالهم مع المغاربه، فبغينا هذيك الصوره ما بغيناهاش تخدش. وخا شي ناس في التصرفات ديالهم في الحكومه تيحاول دائما يخلقوا القلاقل للدوله والبلاد، ورغم السياق الجيو استراتيجي والجيو اقليمي اللي كاين دابا اللي ما تينبئش، لانه سياق فيه حساسيه كبيره، وخصنا يكون عندنا الجبهه الداخليه ملتحمه وراء المؤسسه الملكيه باش نقدروا نخدموا صوره المغرب في العالم. وهاد القلق الاجتماعيه حشومه، لانه كل كان مشكل ديال الامكانيات غنقولوا الغالب الله ما كاينش امكانيات والصناديق ديال الدوله خاوين، ولكن لا، المشكل سهل خصو يتحل غدا خصو يتحل هذا المشكل سهل بقرار واحد، انه من الاخوان يمشيو خصنا يتوظفوا في الوظيفه العموميه، وخصو تكون عندهم نفس الحقوق، نفس الحقوق ونفس الواجبات بحال الاخوان في قطاع التعليم، حتى ترسلوا واحد الرساله قويه، لانه التعليم العمومي، التعليم العمومي هو تعليم استراتيجي بالنسبه للدوله. حنا ولاد التعليم العمومي تنفتخروا بالتعليم العمومي. التعليم العمومي قريناه من التحضيري حتى البكالوريا في التعليم العمومي، ومن بعد مشينا للمدارس العليا في التعليم العمومي. مشينا للمدرسه المحمديه للمهندسين، ومشينا للمدرسه ديال لانسيتي اغرونوميكي فيترينير حسن دو، وتكون واحد التكوين عالي، واللي دابا بعد واحد 30 عام الحمد لله درنا كارير ولا عندنا واحد انفتاح على العالم. إن التكوين التعليم العمومي ما كاينش بحالو، ما يمكنش القطاع الخاص
يكون في المستوى ديال التعليم العمومي، واللي تتصور بان المستقبل ديال البلاد يمر عبر تبخيص التعليم العمومي فهو غلط، وفهو ما تيمشيش في مصلحه البلاد. حنا دابا خصنا نبدلوا الرؤى ديالنا وخصنا نبدلوا الافكار ديالنا. اذا الحل بالنسبه لينا حنا سهل. علاش الحل سهل؟ لانه قالها وزير الماليه سي بن شعبون، قال بان ما عندنا حتى شي مشكل ديال الميزانيه، قالها في البرلمان. اذا لا ما عندك حتى شي مشكل ديال الميزانيه وكاينه الايرادات باش تخلصوا هاد الناس، اعطيهم القيمه ديالهم واعطيهم الكرامه ديالهم وما تبقاوش تورقوا على هاد الناس هادو. كانت واحد شويه ديال 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 ديال, ديال, ديال انا رسالة تي 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 تيفوت الحدود وداك الشيء، ولكن شي عادي الله يحسن العوان. فحنا تندعموا الاساتذه المتعاقدين وتنطالبوا منهم انهم يثيقوا في الامكانات ديال البلاد ويكون عندهم واحد الحس وطني، ونجيو نديروا اللي في اليد باش نخدموا مغربنا الحبيب، لانه المدرسه العموميه خصها ترجع لها القيمه ديالها والقوه ديالها. فمثلا كاين 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 مصاريف اخرى في الميزانيه اللي في الميزانيه العموميه تقدر تخاد من هذيك المصاريف وتزاد في التعليم، لان التعليم استراتيجي مهم ويخلي المغرب يعيش في واحد الرفاهيه وفي واحد التقدم. هذا هو، لكن هذا هو المساج. وتنقول انا وزير التعليم خصو يرد البال من 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 من, من, من الخطاب ديالو، خصو يرد البال من التواصل ديالو. كاين عنده مشكل ديال التواصل بغينا ولا كرهنا، وخصو هو ماشي ان رئيس الحكومه ولا شي واحد يخليه في الواجهه. فخلاه في الواجهه فكان عنده واحد 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 تناقض في الكلام ديالو السي امزازي، وهذا الشيء ما تيخدمش الثقه وما تيخدمش المصداقيه وما تيعطيش واحد الميساج ديال السلم الاجتماعي اللي حنا خصنا هذا الميساج ديال السلم الاجتماعي، لان هذوك الاساتذه هذوك وليداتنا وتا هما عاناو مساكن، والاسر ديالهم خسروا فلوس كثيره. كاين اللي مسكين كاين في ارفود، كاين اللي كاين في الحسيمه، كاين اللي كاين في اساززا، كاين هذوك ما خصناش نعطيو نرجعوا لهم الكرامه ديالهم. وصراحه الحكومه خصها تراجع على هذه الامور هذه، والدوله كذلك خصها نقولوا بانه جا الوقت باش نعترفوا بالاخطاء ديالنا ونكرموا هاد الفئه اللي هي فئه مهمه. وهذا الشيء جاء كامل بعد انني شفت ولاحظت الخطاب ديال هاد الناس وشفت الخطاب ديال الاساتذه وسيرتو العنصر النسوي. تبارك الله، يعني واحد الخطاب مسؤول ومستوى عالي، الى ان الناس مسؤولين. ما نقدرش نقولوا بان هاد الناس ماشي مسؤولين، فحيت كاين وسائل الاعلام فخرجوا وتصنت لهم انايا وتيهضروا واحد الكلام اللي معقول واللي خصنا نوقفوا معاهم. وانا تنقول بانني مع الاساتذه المتعاقدين وانا راه الاشاره ديالهم وبالنصائح وبكل شيء ان شاء الله باذن الله سبحانه وتعالى. شكرا على المشاهده. اذا اعجبك الفيديو اضغط على زر الاعجاب، لا تنسى الاشتراك في القناه وتفعيل الجرس، وتابعنا على مواقع التواصل الاجتماعي. مرحبا بك.